صغار اجمعت على كان بزاف كنا في بيوت ولا تماكن فيها كان كيقولوا فيها السيد الحاج محمد في منطقه طنزمط عزيزي هاد النخل ولا ضربوا بيوت ما تبقى ما ضيع كل شيء هذا الناس ما تبقاش له صوت الزكا هادشي ما كان شيء انا تنطلب الله الله يغيثنا عادشي دوك حنا البلاء دوك مشى تصلى الولا اللي تيصلوا لنا ديك الساعه تيصلوا بالمعقول دوك صحاب الحياه قال لك لا يجوز هكذا وصلت على هذا الكلية على هذا الملل صالح للشرب ولا مكانة اخرجت لمظاهرات كثيرة الى بمنطقة الزقورة وهي سارة في منطقة طمزمط وبن الزل والكعبة ومسيرة تقرية على كنة المناطقية والسيد الحاج محمد في منطقة بن خليل يقول عجيب يا ذاك المدع الشربة وتع غر جبل جاء طولة لكن ما شربوه هو دوك طلع مثل الروميات لا تردوا ذاك كل شيء هو حامد قاعد حتى الروميات تسرق شي ما عرف شي وداعي غر داين كل شيء هذا قاعد حمر ما خلص تاع غر ديما تاع باع طولة لا مرضنا كل شيء الناس تصور تصبي تضرب ما كان ما ياكلش هكذا تعالى المال الصالح للشروب خرجت مظاهرات كثيرة واصرت على تمرية على بين مناطق هي أخرى ترأس السيدة خنوش بعطلة الصيف القديم عن رئيس مناطقية الدلاح ومناسبته كان مناطقية الزقورة كانت على اساس مصبرعة مناطقية على الفلاح الكبار والصغار يقول فيها السيد الحاج مصطفى بمنطقة مصطفى بمنطقة الزقورة سيد الله مالك الحمد تما زيد نغطاو تقال هنا تما زيد نغطاو كنت غي انت سيد الدلاح انت عند الدلاح دغي فوجا قلت انت تاك انا ما امان دغي تدفعني الدلاح بس وين كريزه بخوش هذا الحمد لله تما زيد نغطاو كنا انا كرا مودر امسع تما سنين كنا الحمد لله وكانت على من ركيت على الفلاح الكبار والصغار توجهية الى اكثر المشاكل فيها وعلت الزقورة اكثر على الدلاح ومناسبات اخرى يقول فيها السيد الحاج عثمان بمنطقة طمزمط الله مالك الحمد لله تاك يا عمر اضرب ديك الساعه تجيب البرد ترفع عليك الرمله هادشي دوك ما كان فيها دوك تجيب تو يا ديك الساعه وتجيب السلفات تمشي والو اقول لك تبغي السوق دوك الحمد لله السوق دوك راحوا الناس الله حاولوا البلاد الله تنصر الله ينصر الملك اللي شفته هكذا مصر على الفاتحه في مزدريتين ومناطقيتها وصقورها ويتعقليا بمناسبه اخرى قال فيها منى قال قال